فاشرف بي لاشتغالي بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا ويا له من شرف عظيم. كثير من الناس مثل الذباب يراعي بعينيه جرح المصاب ويا ليته كلما ذب غاب ولكنه كلما ذب آب عن الحسن يعمى ولكن إذا رأى العيب يبصر در التراب إذا المرء زل ولو مرة يكيل له ألف عيب وعاب مغاليق خير وفي ضده لهم ألف باب وباب وباب نصحناه لكنه معرض وهل يفهم الصخر فصل الخطاب طعامهم اللحم لكنه لحوم الأناسي مثل الذئاب مفاليس بالحشر أعمالهم ستقسم في الخلق يوم المآب وتطرح أوزارهم فوقه فيسحب في النار يوم الحساب فيا صاحي دع عنك ذم العباد وراقب إلهك واخشى العقاب لقد خاب والله من حاله كهذا المسيكين والله خاب كهذا المسيكين والله خاب.